رجل لداود الطائي أوصني، قال: يسحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة وأكثرهم لك معونة. إذا نصحت القوم فاصحب خيارا، ولا تصحب الأرض فتردى أمر وعلى دين خليلا، فلينظر أحدكم من يخالي. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق، ترى ما سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق، ترى من سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي. وقالوا سيغضني كبحث دقيق، فجهزت نفسي لبحث الدقيق، ركبت البحار وخضت الصحارى وسرت النهار وقد جف ريقي، ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحيق. أهتدي للطريق. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق، ترى من سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي. فإذ بي على وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي، فإذ بي على حين ياس وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي، بدت في محياه آثار دهر وعيناه أوحت بماض عريق، فبادرته سائلا كيف أختار من بين كل الأنام صديقي. لقد طال صدري وما زال بحري عميقا وهذا نداء الغريق، كأني لليلي أسير فهل لي عيني بصير وكفي طريقي. فقال استمع إنه من يؤدي حقوق التاخي كعقد وثيقي، ومن حين تفضي إليه بهم وغم وحزن وكرب وضيق، تجد منه جودا بصدر رحيب ورأي رشيد ونصح رقيق. ومن نحن إلا صديق الأقاحي، فهل نال غير ارتشاف الرحيق. كما الليل إذ صاحب النجم دهرا، فهل كان يحلو بغير المريق. فصاحبك للخير والعقل واصى
النصح تلقى الصديق الحقيقي وصاحب للخير والعقل والصدق والنصح تلقى الصديق الحقيقي محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآله.